اقتراب العد التنازلي لذكرى ثورة 14 من فبراير في البحرين، تصاعدت وتيرة التظاهرات الشعبية في مختلف مناطق البحرين تنديدا بانتهاكات النظام لحقوق الإنسان. وبالرغم من إصدار قرارات مدينة للنظام الحاكم في البحرين من البرلمان الأوروبي، إلا أن مراقبين يرون أن الخيار الأمني بقي المنهج المفضل لدى سلطات المنامة. فقد أكدت مصادر حقوقية إقدام السلطات على اختطاف الإعلامي السيد أحمد سلمان وشقيقه فجر الاثنين من منزلهما في بلدة الدراز غرب العاصمة المنامة واقتيادهما إلى جهة مجهولة. يأتي هذا الاستهداف ضمن حملة ملاحقة الإعلاميين الذين وثقوا انتهاكات النظام الحاكم ضد المتظاهرين. تجدر الإشارة إلا أن سلمان حائز على العديد من الجوائز العالمية في مجال التصوير الفوتوغرافي، وأن منظمة مراسلون بلا حدود قد أوردت في مقياس حرية الصحافة الصادرة عنها 4 مصورين بحرانيين ضمن قائمة ضمت 178 صحافيا معتقلا في العالم. من جهة أخرى، لا يزال الغموض يكتنف مصير الفنان البحراني صادق الشعباني، والذي قامت السلطات العمانية باختطافه وتسليمه للبحرين منذ حوالي 2 أسبوع.